ريدي ستدي جو. باب قلبي جريد 4 اتس اور فيرست سيشن. دي اول حصه لينا في كونكت بلس. يونت 1 اسمها What can I do يعني ماذا استطيع ان افعل؟ اعمل ايه؟ What can I do يلا باشا تعال نشوف اول listen. listen 1 اسمه my body. يلا كده نشوف الفوكاب بتاعنا كلماتنا. اول حاجه heart. القلب heart. bone. stomach. احنا عارفين طبعا ال H silent. stomach. digestive system اللي هو الجهاز الهضمي. احنا قلنا we use our digestive system when we eat and drink. بنستخدم جهازنا الهضمي امتى؟ when we eat and drink لما ناكل ونشرب. we chew and swallow food بنمضغ ونبلع الاكل. then ثم it goes to our stomach. الاكل ده هيروح فين؟ لمعدتنا. in the stomach في المعدة a special liquid في سائل خاص changes the food into energy and nutrients. السائل اللي جوه المعدة ده هيحول الطعام لإيه؟ energy طاقة ونوترينتس مواد غذائية that we need in our bodies احنا محتاجينها في أجسامنا. تعال بقى اشرح لك الدايجستيف سيستم تاني. من اول ما نحط الاكل في بقنا اول حاجة we put food in our mouths بنحط الاكل في بقنا. وبعدين يا ملك we chew food with our teeth بنمضغ الاكل بسناننا. we chew food with our teeth. وبعدين we swallow food هنبلع الاكل اهو. من اول ما نبلع الاكل بقى هيبدا يمشي في الحته دي كده وينزل رايح المعده. بس هو الحته اللي هو نازل فيها دي قلت لك اسمها المريء وقلنا اسمه إيسوفاجس زي بس كده. انا قسمتها لك ثلاث حتت اهو تبقى سهل. إيسوفاجس طبعا بي اتش ف إيسوفاجس اللي هو المريء ده. الاكل نزل فيه راح فين؟ ستامك المعدة. قلنا هيقابل مين في المعدة؟ سبيشال ليكويد سائل خاص اسمه جاستريك جوس العصارة المعدية هيختلط معاه. it mixes with the gastric juice هيختلط بالجاستريك جوس دي ويقعدوا يتخنقوا. هتروح الجاستريك جوس محولة الأكل لإيه؟ لإنرجي. شطورة. إنرجي and nutrients هتحوله لطاقة ومواد غذائية that we need in our bodies إحنا محتاجينها فين؟ في جسمنا. برافو. طبعا هناخده بالتفصيل أكتر في كونكت في الحصة الجاية إن شاء الله. هناخد بقى respiratory system اللي هو مين؟ اللي هو الجهاز التنفسي. قلنا ممكن نقولها respiratory system وممكن نقولها respiratory system. respiratory system قول يا سما كده respiratory system وممكن نقولها respiratory system. we use our respiratory system احنا بنستخدم جهازنا التنفسي امتى؟ when we breathe عندما نتنفس. we breathe in air احنا بنتنفس الهواء through our nose من خلال الايه؟ الانف اهو. لان مش صح ان انا اتنفس من الفم. وانا ينفع اتنفس من الفم through our mouths من خلال الفم لكن الصح ان انا اتنفس منين؟ through my nose من خلال الانف. يبقى we breathe in air يعني احنا بنتنفس الهواء through our nose من خلال مين؟ الانف. where is the nose فين الانف دي؟ it's in the center of the face في منتصف الوجه. where is the nose it's in the center of the face حلو قوي.
وبعدين بعد الهواء air ما يدخل nose هيروح فين؟ And it goes to our lungs. هيدخل يروح فين؟ Lungs. الرئتين دول. In the lungs, جوه الرئتين, the oxygen in the air. يلا نقولها كده. The عشان بعدها vowel. ها؟ The oxygen in the air. The oxygen in the air. يعني الأكسجين اللي في الهواء هيحصل له إيه؟ Is passed to the blood. هيمر للدم. هيمشي بقى الاكسجين ده بعد ما دخل لانس الرئتين هتبدأ توزعه على الدم ويلف الجسم كله الاكسجين ده. Our heart القلب بتاعنا pumps this blood. هو blood الدم دلوقتي شايل ايه فيه؟ شايل دم. الدم شايل دم. excellent. شايل مين؟ اكسجين. اول حاجة احنا عملنا ايه؟ اتنفسنا air هواء. دخل فين؟ نوز. وبعدين راح من نوز لمين؟ لانكس. وبعدين لانكس هتبدأ تعمل ايه؟ الاكسجين ده يروح لمين؟ هيروح في البلد في الدم. والدم ده مين اللي بيحركه؟ هارت القلب. هيقعد بام 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 هيحرك الدم في الجسم كله. والدم بلد ده شايل ايه؟ اكسجين. شايل ايه؟ اكسجين. يبقى our heart pumps this blood. قلبنا بيضخ الدم ده around our body في جسمنا كله. يبقى الجسم كله وصله اكسجين ولا لا؟ وصله اكسجين كله. تعال بقى نروح لمين كمان؟ bones and muscles. العظم والعضلات. bones and muscles. our skeleton يعني ايه skeleton؟ قلناها our skeleton الهيكل العظمي بتاعنا is made up. made up يعني مكون من. is made up of all the bones in our body. متكون من كل العظام اللي في جسمنا. these make us strong. ده دول بيخلونا ايه؟ strong اقوياء. and protect our organs. and protect our organs وبيحموا أعضائنا. muscles العضلات are attached to our bones. دي متصلة بالعظم بتاعنا. يبقى العضلات متصلة بمين؟ بالعظم. and they lift and turn bones. بيرفعوا العظم كده بيشيلوه. and turn bones to make us move. ويحركوا العظم كده يخلوه ايه؟ يشتغل ويخلينا نتحرك. نقراها كمان مرة. bones and muscles. our skeleton is made up of all the bones in our body. these make us strong and protect our organs. muscles are attached to our bones and they lift and turn bones to make us move. عندي التلاتة دول مطلوب منك ان انت تسجلهم وتبعتهم لي. كل واحدة فيه كلها 10 pounds على طول. وقتي اول ما تبعت لي الفيديو تيجي المرة الجاية تقبض ال 10 pounds بتوع الفيديو. كل مرة كده. اوكي؟ تعالى كده نشوف. when we eat and drink عندما نأكل او نشرب. we use ايه؟ هنستخدم نأكل ونشرب نستخدم اي جهاز بقى؟ جهاز الايه؟ الهضمي. يبقى when we eat and drink we use our digestive system. يبقى دي letter B. when we breathe عندما نتنفس we use our bones and muscles. نستخدم العظم والعضلات ولا we use our respiratory system. we use our respiratory system. yes. يبقى أول واحدة كانت B. when we breathe عندما نتنفس we use our respiratory system. هنستخدم جهازنا التنفسي. when we move عندما نتحرك we use our bones and muscles. هنستخدم العظام والعضلات. يلا صديقي تعال نشوف كده. القلب اسمه ايه؟ heart. ناقصة ايه لينا؟ E. stomach يا ملا. O. lungs يا سما. U. skeleton.
skeleton. Skeleton. Yes. Bone, yes, Yalina. O-E. Bone. Muscle, يا ملك, العضلة. S. Yes. Blood, يا سما, الدم. Double O, blood. Body. Oh, body. Okay? Choose the correct word. When we eat, ولا move, ولا breathe, we use our respiratory system. هنستخدم الجهاز التنفسي لما eat, ولا move, ولا breathe. يلينا, breathe. When we breathe, لما نتنفس, we use our respiratory system. برافو عليك. We use our, هنستخدم digestive system, جهاز هضمي, ولا respiratory system, ولا جهاز تنفسي, ولا muscle system, ولا الكلام ده. When we eat, لما ناكل, هنستخدم أي جهاز؟ Digestive system, الجهاز الهضمي. برافو. The food goes to our stomach. يعني الأكل هيروح ل our stomach, للمعدة, هيصل إلى المعدة. When we swallow it, لما نبلعه. In the stomach, جوه المعدة, a special liquid, قلنا في سائل خاص كده, changes the food into, ولا on, ولا under, energy and nutrients. قلنا اسمها change into, بيغير أو بيحول حاجة إلى, هنا changes the food, بيحول الطعام إلى into energy and nutrients, بيحوله لطاقة ومواد غذائية. We breathe in air, بنتنفس الهواء through our, من خلال ايه, stomach ولا muscle ولا nose. Nose, yes. Our heart choose, بيمضغ ولا swallows ولا بيبلع ولا pumps blood. Heart بيعمل ايه, pumps blood, بيضخ الدم around our body, حول الجسم. Our skeleton, جهازنا, هيكلنا العظمي, is made, احنا قلنا ايه, متكون من, يعني made up of. Our skeleton is made up of all the bones in our body, متكون من كل العظم اللي في جسمنا. Number 8, muscles, العضلات, noses, الأنوف, mouths, الأفواه, are attached to our bones. مين اللي متصل بالعظم؟ والله ما فيش blood أصلا هنا. Muscles, العضلات هي اللي متصلة بالبونز, العظم. Muscles are attached to our bones. يلا مين هيرتب؟ هنقول احنا بنمضغ ونبلع الأكل. We chew. برافو. We chew and swallow food. Excellent. We chew, يعني احنا بنمضغ. And swallow, نبلع. We chew and swallow food. Chew and swallow food. نحط full stop في نهاية الجملة. Our heart, قلبنا بيعمل ايه؟ Our heart. اتعود ان our دي لازم يجي بعدها اسم. Our heart, قلبنا بيعمل ايه؟ Excellent. الله الله الله. Our heart pumps blood, بيضخ الدم. Pumps blood around our body, بيضخ الدم حول, around our body, حول أجسامنا أو جسمنا. يلا بينا بعد كده. Number 3, bones, العظم. بونز دي بتعمل ايه؟ عايزين فعل بقى. نبدأ بالفعل وبعدين الفعل. بونز بتحمي. برافو. تبقى ايه؟ بروتكت. بونز بروتكت. برافو. بتحمي مين؟ our organs, اعضائنا. يبقى بونز بروتكت our organs. بتحميها ليه؟ أيوة, our organs. وإيه كمان؟ and make us strong, وتجعلنا
أقوياء. Bones protect our organs. يعني العظام بتحمي أعضائنا. And make us strong. وتجعلنا أقوياء. Make us strong. Read and complete with. هتكمل بكلمات من دي. Stomach, digestive, energy, swallow, chew. يلا ناخد واحد واحد كده. We use our ayalina system when we eat and drink. لما ناكل ونشرب نستخدم جهاز ايه؟ Digestive system. Yes, جهاز الهضمي. يبقى we use our digestive system when we eat and drink. Number two, يا لوكا. We space and a food. احنا بنعمل ايه في الفود؟ حاجتين. نمضغ ونبلع. يبقى we ايه؟ swallow اسمها. We chew بنمضغ and swallow ونبلع food الطعام. Then ثم it goes to our. هيروح فين لما نبلعه؟ هيروح فين؟ ايوه برافو. To our stomach لمعدتنا. In the stomach جوه المعدة a special liquid في سائل خاص changes the food into. هيحول الاكل لايه؟ النوتريانتس انرجي. برافو. هيحول له لطاقه انرجي النوتريانتس. انرجي يعني طاقه ونوتريانتس مواد غذائيه. We use our respiratory system. بنستخدم جهازنا التنفسي. When we breathe لما نتنفس. We breathe in air. بنتنفس الهواء. Through our nose من خلال الأنف. And it goes to our lungs. بيروح للرئتين. In the lungs جوه الرئتين. The oxygen in the air. الأكسجين اللي في الهواء is passed to the blood. بيمر للدم. Our heart pumps this blood. قلبنا بيضخ الدم ده around our body. حول الجسم كله. يلا نتشوز نختار. يلا يا لوكا. We breathe in air through our nose. قلنا بنتنفس الهواء من خلال نوز الأنف. Our air يا سما pumps blood around our body. مين اللي pumps blood؟ Heart. Yes, our heart pumps blood. قلبنا بيضخ الدم. Answer the following questions. يلا نقول which system أي جهاز do we use احنا بنستخدمه when we breathe. Excellent. يبقى هنكتب كده when we breathe عندما نتنفس. When we breathe عندما نتنفس بنستخدم. We use our respiratory system. لما نتنفس بنستخدم الجهاز التنفسي. When we breathe, we use our respiratory system. Respiratory system. Okay. Where, Aina? Where does the air go when we breathe? Aina يذهب الهواء when we breathe عندما نتنفس. بيروح فين؟ اهو بص الهواء دخل منين؟ من النوز. هيروح فين اول حاجه قلنا؟ لانجز. يبقى اقول the air. هو بص دايما ناخد اللي بعد do او does او did اللي هو the air الهواء. خلي بالك من طريقه اجابه السؤال دي. اهو ببدا باللي بعد do او does او did اللي هو الفاعل the air. بعدين does هتروح لجو تديها اي اس. يبقى the air goes. هيروح فين؟ قلنا to our lungs. هيروح للرئتين بتوعنا. The air goes to our lungs. الهواء بيروح للرئتين بتوعنا when we breathe عندما نتنفس. When we breathe. Write a sentence under each picture. اكتب جملة تحت كل صورة. جايب لي breathe ونوز. احنا قلنا نحن نتنفس
عبر الأنف. يبقى we دائما نبدأ بحرف capital. We breathe in air. لازم نعرف الجمل دي كويس. We breathe in air. احنا بنتنفس الهواء. Through من خلال our nose. We breathe in air through our nose. من خلال انفنا احنا بنمضغ ونبلع الطعام. يبقى اقول we ايه؟ we chew. ايوه. and swallow food. we chew and swallow food. احنا بنمضغ ونبلع الطعام. we chew and swallow food. واحط بعد الجملة full stop. واضح يا شباب؟ ده الدرس بتاعنا كامل اهو. المرة الجاية انا منتظر منك ان انت هتحفظ الكلمات ان شاء الله. اوكي؟ وهتبعت لي طبعا بقى الايه؟ بصي اهو لحد الافعال. لحد الافعال يعني عايز لحد هنا كده. lift lifted. اوكي؟ كل ده هنحفظه. وبعدين reading بقى. digestive system. We use our digestive system when we eat and drink. We chew and swallow food. Then it goes to our stomach. In the stomach, a special liquid changes the food into energy and nutrients that we need in our bodies. بعدين نقرأ respiratory system. We use our respiratory system when we breathe. We breathe in air through our nose and it goes to our lungs. In the lungs, the oxygen in the air is passed to the blood. Our heart pumps its blood around our body. Bones and muscles. Our skeleton is made up of all the bones in our body. These make us strong and protect our lungs and protect our organs. Sorry. Muscles are attached to our bones and they lift and turn bones to make us move. دول الثري passages اللي هتقراهم لي وتبعتهم. ما تنساش جايزتهم توتو على كبوته. His toot on his كبوت. Okay? Okay, when we finish, we always say goodbye.